صدق البجاوي يعود لمدينة يمغوريا من بوابة الطبعة الأولى لمهرجان هذا الرجل المدرسة الذي ترك بصمته في الفن الأندلسي وترك التلاميذ والأحفاد والمدرسة. مازالو عيب باسكو الشبان اللي كاين اليوم لا نوفيل جينيراسيون اني اون تران دو بروندر لو فلامبو، يعني هم الدليل يعني اليوم لا بروميير جورني تاع ذكريات شيخ صادق البجاوي برهنوا وشفنا يعني جوق عالي وذكرياته يعني كل يوم معنا احنا. طبعة أولى أشرفت عليها جمعية أحباب صادق البجاوي، حضرها تلاميذ نهلوا من مدرسة شيخ ظلت بلحنها المميز تحلق في سماء بجاية. المسرح الجهوي حضرت روح فقيد الأغنية الأندلسية من خلال الأهل والرفاق وأوركسترا صنعها الرجل من أجل فن نظيف. وخلال 6 أيام كاملة ستعيش بجاية بالتأكيد على نغم الأصالة وقصائد الجمال، وسيعود حنين مدينة كانت وما زالت تعشق الفن الأصيل.